يعطيكم العافية. راح نكمل شرح الفكرة اللي بعدها. نحن حكينا عن الساينتكس أناليزر وكيف هو بيبني شجرة الأعراب وكيف ياخذ قاعدة وبحللها وبتأكد إذا كانت صح قواعديا. وكنا عم نبني أشجار الأعراب، عم نبني أي شجرة من فوق لبين ما توصل للترمينالز، وكنا نقدر نبنيها من top to bottom للبطن، كنا نقدر نبنيها كمان بالعكس. هذا اللي أخذناه هذيك هذا الفيديو. كان في فكرة أول شيء حكيناها خطأ، بس أول شيء نشرحها على السريع. كان هنا right linear grammar والleft linear grammar. أنا شرحتهم بالعكس، بس هن right linear grammar هي أي قاعدة يكون ال non-terminal يكون على يمينها، على أقصى اليمين في عندي عدو non-terminal، في عندي شيء قاعدة يعني ما terminal ما نهائية، هذا نحن رح نشتق منهم من اليمين. والليسبر يسار هي أي قاعدة، هي أي قاعدة تحتوي على terminal عفوا non-terminal على اليسار، يعني نحن رح نشتق من اليسار. يعني نحن إذا شو نعرف القاعدة هي left linear أو right linear، إذا بطلع على البريدكشن تبعها، بطلع على البريدكشن بشوف أنا البداية تبعتي إذا هي non-terminal، يعني هو من الأحرف الكبيرة ممكن نقول ممكن يتوسع، فهي left linear. إذا كانت البداية هي إذا كانت النهاية هون هي non-terminal فهو right linear، راح يكون right linear. إذا كانت اليمين أقصى اليمين هو right هو non-terminal فهو يمين، فهي قاعدة يمينية. وإذا كان أقصى الشمال هو non-terminal فهي قاعدة يسارية. بس هي هي الفكرة، ما شرحناها بالعكس، أنا كنت عم بشرحها بس هي لازم نعرفها. نرجع لورا. هلا نحن كنا عم نبني شجرة الأعراب، نحن عندنا أكثر من نوع من المعربات، من البارسرز أو من كيف ببني الشجرة أو كيف بعرب. فعنا من البارسر في عنا هون بتجزأ لشيء اسمه top down parser، بروحه من فوق لتحت. في عنا bottom down bottom up، كنا نقول نحن لحتى نتأكد الجملة صح عم نطلع من الانبوت تبعي ولفوق لبين ما وصل للروت، ممكن اطلع من الروت لتحت من تحت لبين ما وصل للروت. التوب داون بارسر في عنا نوعين له، في عنا توب داون وذ فول باك تراك، هذا بيحفظ كان التراك تبعه ان احنا اخطأنا هون مثلا، بنزل بعدها هون صار مشكلة، فراح يعمل باك تراك ليرجع لمحل ما هو. توب داون وذ اوت باك تراكينج، هذا ما عنده الباك تراكينج، ما بيحفظ شو عم بصير. في عنده نوعين، نوع اسمه ريكيرسيف ديسنت واللي هو بيعتمد على مبدا العودية، ونون ريكيرسيف ما فيه مبدا عودية بس واسمه L1. رح نشرح شو يعني هي L1 هلا بعد شوي. الباتم ده باتم اب رح نحكي عنهم بالفيديو اللي بعده، بس كمان له هالانواع. هلا هون نحن البارسر، نحن اي معرب وقت كنا عم نبني نحن كان في عنا اكثر بالجرامر، القواعد اللي عنا كان اي اكثر مشكلة بتواجهه. هلا نحن الجرامر كانت ممكن تجي عنا الجرامر هي ambiguous يعني غريبة، كنا نحن وعنا الجرامر ambiguous يعني هي نحن استقينا شلنا الغموض منها، غامضة وغير غامضة. فعنا هالجرامر نحن وقت كان جرامر غامضة فكنا دائما نحن عم نسعى لنساويها غير غامضة. فنحن كل البارس كل انواع البارسرات هون بتعاملوا مع بيقدروا يشتغلوا مع الجرامر الامبيجوس، مع الجرامر ما في غموض، الا هالنوع من اوبريتور بريس ان البارسر هو بيقدر بيتعامل مع جرامر غامضه، بيقدر يحللها او بيعربها. تاني شي عندنا كان نوع تاني الجرامر، كان عندنا الجرامر حكينا عنها هلا تقريبا شوي، ان الليفت لينير او ليفت جرامر و ليفت جرامر و رايت جرامر، كان عندنا هالنوعين من الجرامر. نحن حلينا مشكلة هذا الفيديو انه كان وقت عندنا اكس ناقص اكس زائد اكس، كان هو عم ببنينا شجرتين اعراب مثلا وهي كانت ambiguous، كانت ambiguous كانت غير هذا
كانت غامضة، فنحن استحملنا، خلينا كله يروح ليفت تراك، خلينا نحن الجرام كله ليفت. فعندنا هون هاي، فعندنا هون هالنوعين. في عندنا الجرامر، عندنا نوع تاني هي الجرامر تكون distinct grammar و non distinct، يعني هلا نحكي عنه شلون. يعني كان هاي ثلاث انواع. هلا هون نحن ال top down parser اللي نحن رح ناخده هن ال ال واحد وال recursive descent، رح يتعامل، لازم يكون الجرامر ambiguous، لازم تكون ما غير غامضة، وما لازم تكون left grammar، لازم تكون نحل المشكلة. هلأ هون رح نحكي عنها شو بطلع معنا المشكلة، ولازم تكون distinct grammar، يعني grammar معرفة. رح نشوف هدول التنتين، هلأ التنتين رح نحلهم نحن. نحن عرفنا كيف نحل ambiguous، كيف نحول grammar من غامضة لغير غامضة، نحن عرفنا. هلأ نعرف كيف نخلي نيف نجيب هالتخصيتين حققهم مشان نقدر البارسر يشتغل بالنسبة لل L واحد من كرسي للكرسي ديسنت. خلينا نمشي شوي. هلا نحن هلا هاي صفحة من الويكيبيديا، رح نشرح هلا شو عم بصير. نحن عندنا وقت كان الجرامر تبعتنا A عم بتروح بعد A وبعد A مثلا وبعد على B شو ما كان، فنحن هاي الجرامر قلنا لها هي ليفت جرامر، هي جرامر بالنسبة لليسار، اشتقاقها بصير بالنسبة لليسار، لأنه عندنا النون تيرمينال على اليسار، القاعدة على اليسار، على يسار البريدكشن، على يسار البريدكشن، فهي صارت ليفت جرامر. طيب نحن هل إذا الكود تبعها رح يكون الـ A رح يكون عبارة عن فانكشن رح يستدعي شو ما كان، بس البريدكشن أول واحد رح يكون رجع استدعي حاله، بعدين شو ما كان، بعدين رح يكون الـ A رح ياخد الحرف كذا. فهلا هون نحن هالتابع عم بأدي انه كل مرة يستدعي حاله بطريقة ريكيرس، كل مرة عم يستدعي حاله بيستدعي حاله. فشو عم بصير؟ عم بصير عم بأدي انيته يدخل في حلقة لا نهائية. مثلا اذا كان عم ببني شجرة ليكون كل مرة عم يستدعي، يعني مثلا هذا التابع استدعى حاله بنى هالفرعين، بعدين رجع هون صار هو التابع، رجع شجرة بنى فرعين، فرجع يستدعي حاله بنى فرعين وهيك. فصار عندي شجرة، فصار عندي لو كانت الاحتمالية قليلة، لو كان في احتمال هو هيك يصير، بس هو ممكن يدخل في حلقة لا نهائية. وإذا ممكن صار فنحن البارس ما رح يشتغل، إنه صار في احتمال إنه يدخل في حلقة لا نهائية، فنحن لازم نحل هالمشكلة. أما نحن إذا شفنا هالمشكلة ما رح تبين معنا في الـ right grammar. إذا أخذنا هاي right grammar كانت الـ A right grammar A A كبيرة مثلا و A أو B اللي هو، فهي رايت رايت لينير جرامر او اشتقاق من حيث اليمين، لانه النون تيرمينال هو على يمين العباره. فنحن هذا اذا نحوله على فانكشن فراح يكون الاي لو كذا وبعدها هي، بعدها راح يستدعي الا، بعدها راح يستدعي حاله مره ثانيه، راح يستدعي بعدها يرجع يستدعي حاله مره ثانيه وبعد شو ممكن. فنحن هلا هون ممكن يصير عندنا شرط توقف، ممكن هو هاي تكون بريك لللوب للفانكشن للريكيرسيف فانكشن تبعي، ممكن بالا يعمل بريك هون ويطلع. اما هون ما في، ده حيضل يستدعي نفسه كل مره، فهون صارت عندنا مشكله، هون ما بينت مشكله. فنحن لازم نحل هالمشكله اللي بتطلع معنا هون. الليفت ريكيرسيف عندنا نوع هو دايركت ريكيرسيف وشي تاني، بس احنا رح نضل في الدايركت. يعني نحن نرجع نرسم العبارة، اذا اخذنا موجودة هون اي او اذا اخذنا العبارة الموجودة هون، بحيث عم بقلي في عندي هالقاعدة، في عندي هالقاعدة انا هون. طيب انا هالقاعدة عم بقلي انه في عندي A واللي هي تمثل A هو عبارة عن نون تيرمينال، لانه دائما احنا بنعرف لانه احنا بنشتغل بالكونتكست فري لانجويج، الكونتكست فري جرامر عفوا، الكونتكست فري جرامر كان دائما على اليسار لازم يكون حسب كومسكي، فلازم يكون على اليسار عباره عن نون تيرمينال واحد فقط، او العدد على اليسار اقل او يساوي العدد على اليمين. فكان هلا هون هي نون تيرمينال، عم بقول لي هون اذا هي البريدكشن تبع هنن الـ A ألفا واحد للـ A ألفا N، يعني إذا كان الـ A عم تعطيني مثلا
A وبتعطيني A B وبتعطيني A C أو شو من كان، أو عبتعطيني الـ A عبتعطيني مثلا B وبعد A مثلا B بعد C فليكن، عبتعطيني الـ D وبعدين عبتعطيني الـ B A C. فهي مثلا مجموعة القواعد عندي اياها ذات نفسها. بقول لي هون حيث انه A ألفا A الألفا هون هي عبارة عن non-empty sequence of non-terminals and terminals، يعني الـ A ممكن تكون عبارة هي عبارة ما هي فاضية هون، هما إبسيلون هون، وهي ممكن تكون تكون من terminals أو non-terminals، يعني ممكن تكون A C بعد B مثلا، إذا كان عندي هون قاعدة B تعطيني E شو ما كان. فممكن تكون هي عبارة عن سلسلة من الـ terminals أو non-terminals. وأنا عم قلي و each B البتة هي سيكونس من نفس الشيء كمان تيرمينالز ونون تيرمينالز، بس هاي هون ما هي مسبوقه ب ما هي مسبوقه بالريكيرسيف تبعها مثل هون، ما هي مسبوقه بالاشتقاق اليساري، لانه ما عندي نفس الشيء، ما عندي هون او هون ما في. فهي هي البتة، هي ممكن اعطيها دول بتة. فبقول لي مشان نحل هالمشكله لازم احول اخذ قال له الـ A يساري لعند البتا كل شيء ما فيه، كل شيء ما فيه A، لأن هذا بالنهاية راح يكون بالبداية، يعني هالتوقعات هدول راح يكونوا دائما ببداية السلسلة. لأن إذا شفنا البنت الشجرة مثلا شد ما راح على اليمين، فآخر شيء A وين يوقف؟ راح يوقف عند عن أحد هالثلاث قيم مثلا. آخذ مثال A يكون يروح عند A أو B كفي. فنحن اذا الـ A راحت دائما، هلا هي الاول قاعده الـ A راح تفرقت من الـ A للـ A مثلا، اوكي، والـ A كمان مره ثانيه تفرقت من A للـ A. فنحن دائما البدايه بدايه المدخر راح يكون ب دائما، لانه نحن ايمتى توقف البناء، ايمتى توقف بناء الشجره، لما يكون نهائي، لما الـ A راح تضل عم تعمل لوب مدام اخر شيء ما اخذت البريدكشن البي. فهون اذا ما صار بي وهو متى ما صار بي راح ينتهي. فاذا نعم نرى الشجره راح يكون بي ا بي بي ا ا عفوا. فنحن راح ناخذ كل شيء بدايات نقول له الأ تروح لعند كل شيء ما فيه ا، راح يكون البي هون مثلا، ويروح لعند قاعده جديده اسمها ا فتحه، والا فتحه راح له انه يروح لعند كل شيء هون هدول نهايه بالنسبة للألفا. ناخذ الألفا لكل وحدة، الألفا هي عبارة عن كل شيء بعد الأ، إذا كانت الأ وبعد أي شو ما كان فهو هي الألفا. فراح أخذ الألفا واللي هي هون الأ وأقول له هي للأ فتحة، وبعطيه إبسيلون إذا كان في فراغ، إذا كان هون بنتهي لبي إم واللي هي ممكن لأنه البي بتا ممكن تكون فاضية، يعني ممكن ما تكون، يعني ممكن يكون عندي خيار فراغ او شيء. فهون ابسيلون مشان لانه عفوا ابسيلون مشان البي، لانه البي هي فرق، هي فاضي، يعني بدي اختار خيار البي. انا هون عندي البي، اوكي، انا الآ فتحة شو بدي؟ بدي بس البي من الآ، بدي بس البي، انا الآ فتحة حنهي بالابسيلون، فتكون مثلا اخترت خيار البي هون هيك. فنحن هيك نقدر من حل مشكلة الليفت ريكيرجن اسمها. فخلينا ناخذ مثال ثاني ممكن رح توضح. عندي عم بقول لي في عندي هون هالاكسبريشن، قال لي في عندك اكسبريشن بتروح على اكسبريشن زائد اكسبريشن او انتجر او سترينج، اوكي. هلا هون هدول رح هدول بيتا، هدول هن عندي البيتا، لانه هن كل شيء بريدكشنز ما بيسبقوا بدايه القاعده نفسها. يعني هون لو عندي اكسبريشن زائد انتجر راح يكون هاي من الالفا تصير هي هون هي الالفا، والا تكون هي البتا. هلا هون فانا هدول هن عناصر بتا تبعوني، الالفا راح تكون هاي ممكن نمثلها هي A تروح لعند ال A، وهذا هو كلياته هذا الفا
هدول بيتك الوحدة، هاي بيتا، هاي بيتا واحد، هاي بيتا اثنين. فنحن مشان نقلبها قلنا بدنا نساوي ال A بدها تصير بيتا واحد مثلا، فليكن A فتحة و أو بيتا اثنين A فتحة، وال A فتحة لازم تروح لنا رح تروح على الألفا وتروح ترجع على A فتحة. فإذا نحن حولناها هدول من رموز هدول القيمون راح تكون عندنا الاكسبريشن، لازم تروح لعند البيتا واحد واللي هي انتجر انت، وبعدها اذا انها هي ا فتحة راح نسميها اكسبريشن فتحة، اكسبريشن فتحة، او ممكن تروح لعند سترينج اكسبريشن فتحة، سترينج اكسبريشن فتحة. هاي بكون خلصنا منها. بعدين راح اروح اقول له الاكسبريشن، فالاكسبريشن فتحة ممكن تكون احنا قلنا هاي الالفا، هاي قيمة الالفا هي تكون زائد اكسبريشن، وبعدها تكون اكسبريشن فتحة، تكون اكسبريشن فتحة او ابسيلون، لانه ممكن لو بدنا نقي الانتجر او السترينج فانا الاكسبريشن فتحة راح تكون ولا شيء، لانه الاكسبريشن فتحة حطيناها مشان اول شيء مشان هدول، ولما حنقي هدول راح تكون هاي ولا شيء ابسيلون. فكون هيك نحن حولناها. إذا أخذنا المثال مثلا موجود بالمحاضرة، مثلا هو قال لي عندك السم بروح على السم زائد النمبر، فهي إذا مثلناها كمان بالقانون نفسه فآ راح تروح لعند الآ، وهي راح تكون كلياتها ألفا، هون راح تكون عندي هي البيتا، فراح تصير عندي هون ال A بيروح لعند ال البتة ب A فتحة، وما في عندي أي خيار تاني، هون ما في عندي شي تاني، فما راح تكون في عندي أو، وال A فتحة راح يروح لعند ال الألفا ب A فتحة. فهون إذا شفنا هذا نفس الشي هيك صار، هون عنا صارت عنا السم راحت على النمبر وسموا عادي هي البتة واللي هي تدل على النمبر، قلت له بتصير قاعدة جديدة اسمها A فتحة وسميناها سام فتحة، سام فتحة راحت على الألفا واللي هي نحن إن كل شيء هو بعد كل شيء بعد ال يعني كل شيء بعد الرمز هو في ألفا. قلت له ألفا بسام فتحة وبعدين أعطيه إبسيلون دائما، لأنه ممكن هيك لأنه هون في عندي قاعدة ممكن تكون فاضية. فهي بكون حلينا مشكلة الليفت ريكيرجن نحن تبعنا، حلينا أول مشكلة. نعم عندي هون نحن إذا هون رجعنا فنحن صار عنا القاعدة، وصلنا لهون صار عنا قاعدة هي غير غامضة ambiguous، صار عنا محلولة مشكلة left recursion. صار عندي أنا إذا وقت عم ببني القاعدة بتبني على اليسار وأحافظ على نفس السياق تبعي، أحافظ على ترتيب العمليات أولوياته يمشوا من اليسار لليمين، فصار أنا عندي كل نظامي هون. هلا بدنا بقينا شغله واحدة، هلا نحن بدنا نحل مشكلة اذا distinct و non distinct. بقينا هلا نحل مشكلة اذا كانت القواعد صريحة ولا لا. فنحن فين نشوف هالمشكلة؟ راح نشوفها هون. مثلا ناخذ هالمثال، هالمثال هون اذا عندي هالقواعد ناخذ اول شيء عندي A بتروح على A B و B واللي هو، وانا ما لي معرفة القوالب بس هن عبارة عن نون تيرمينز، كل شيء بأحرف كبيرة هو عبارة عن نون تيرمينز، كل شيء أحرف صغيرة هو عبارة عن تيرمينز أو نهايات. فأنا إذا بدي أجيب تلو أنا بي مثلا تروح لعند ال A وليكن شو ممكن، تلو بدي أجيب النص A B A، لا ما أبي A، بدي أجيب النص A A، بدي انا اعطيت له الدخل، قلت له حسب هالشجره تاكد لي اذا كان النص صحيح ولا لا. هلا نحن بنعرف اذا هذا النص رح يطلع صحيح هون، بس شو بده يصير اول شيء؟ نحن شو رح ياخذه المترجم؟ اول شيء رح ياخذ او بالبدايه رح يختار احد من القواعد، رح يشوف هو المترجم شو بشوف؟ بشوف اول دخل الشار هذا، بشوف المحرف هذا، فهو حسب هالمحرف رح ياخذ البريدكشن بتناسبه، رح يشوف شو البريدكشن بناسبني، رح يطلع انه انا هذا بناسبني هذا البريدكشن، هذا اول محرف هو، فرح ياخذ هذا البريدكشن فرح ياخذ A B
و بي وهياخد هالبريدكشن، لأن هو شاف بس أول محرف، بس بيعرف أول محرف بالدخل، ما بيعرف أي شيء تاني. هلأ بعده راح أخذ تاني محرف، شاف إنه تاني محرف غير متناسبين، فعطى خطأ، قال أنا صار عندي خطأ ورجع لورا، صار أنا عندي خطأ وفيل، عمل فيل إنه أنا جملة فيل. راح شو بده يعمل هلأ؟ راح ياخذ بريدكشن اللي بعده، راح يعمل هيك فهمة، يطلع الآه، شو في عندي الآه هاي كمان، راح ياخذ آه والبي، فهو لساته هون. هلا رجع، وقت رجع قرا واحد تاني، راح البي، اذا عندي البي مثلا بتروح على يكون على الابي وتروح على الا، اوكي. فالبي هو حسب الدخل، او هو هون هو بيعرف بس الا، هلا هو عند قاعده البي، فطلع شو اللي بوافق لي على الدخل، طلع انه في عندي اول دخل فورا هو ابي، فراح ياخذ ا بي، فراح يشوف انه انا دخلت اول واحد شفته، تاني حرف شفته، بس بعدين صار عندي كمان حرف هذه خطا كمان. فانا القواعد هدول غير يعني غير واضحين، المرب رح يدخل في اخطاء. نحن عشان يكون عندنا المرب top to down وما في عندنا نحن ريكورس، ما في عندنا باك تراكينج، فنحن لازم يعرف انه وين بده يروح في كل خط، في يكون كل خطوه له طريق واحد، ما لازم هو يتشتت او يروح يدخل في قواعد، بيعرف انه نحن بنعرف انه هذا بده خطا، بس هو رح يجربها وبعدين حيطلع معه خطا. فنحن مشان نشيل هالمشكله في عنا شيء اسمه left factoring، لا عشان نحل هالمشكلة. هي كيف شو بنعمل؟ نحن بناخذ، إذا عندنا هالقاعدة مثلا، رح ناخذ كل شيء قيم متشابهين بالنسبة ل كل شيء قيم terminus أو non terminus متشابهين. فأنا عندي هون إذا لاحظت أول predictionات عندي الـ A والـ A هن عم سببوا الخطأ، فأنا رح أجمعهم اثنيناتهم، رح أقول له مثلا إذا كان في عندي A بتروح لعند A B ليكم تروح عند A C، اوكي. فانا عندي اول اثنين هدول هن متشابهين، فانا رح اقول له A رح تروح انت لعند ال A اول شيء، اوكي. بعدين رح تروح على قاعده ثانيه نسميها A فتحه. هلا ال A فتحه شو بتساوي؟ بقول له A فتحه رح تروح لعند ال B او ال C. فهون المره ما رح يصير معه خطا، لانه هو رح يقرا اول محرف وبعد ما يقرأ تاني محرف، يعني رح يقرأ محرف ويقول لك يعطي prediction خاص فيه، بعدين بعد ما يقرأ تاني محرف رح يشوف شو بيناسبه هون. فهيك وحلينا أول اثنين. هلا عنا تاني اثنين هون مثلا في هالقاعدة هون، هي أخذناهم الـ A والـ A، رحت قلت له هي تساوي الـ A، الـ A فتحة، والـ A فتحة هي عبارة عن هالقاعدتين، إما هي أو إما هي، إما بي بي أو بي. اللي بعده مثلا هدول هون، فعندي ال سي دي جي هون، عندي شو متشابه مثل قواعد سي دي والسي دي والسي دي هون. فانا هون رح اجمعه كلياته، اقول له السي دي رح يروح لعند ال، رح السي دي رح يروح عند الآ فتحة او آ فتحتين مثلا، آ فتحتين رح يكون هالثلاث قيم الجي والاي بي والاف بي. اذا نشوف هون شلون سوا هون، فعندي الآ فتحتين بتوه هالثلاث قيم والآ فتحة بوه هالقيم والآ، فهيك نحن نكون القواعد صاروا عندنا هن distinct او معرف او صريحين. نحن هلا مثلا كنا مثل الدي اف اي، وقت كنا عم نبني مثلا بخطوات الدي اف اي كنا عم نعرف نحن كل دخل وين عم يوديني، كل مره هالدخل رح يوديني على هالحاله، هالدخل رح يوديني على هالحاله، نحن بنعرف كل شيء كل دخل رح يوديني على اي حاله. فنحن هون كمان لازم نعرف وقت يجيني الدخل رح اعرف اي قاعده بدي اخذ، ما لازم هو يكون في اكثر من قاعده تشتت فيها. فنحن بنكون حلينا هلا مشكلة الـ left tracking، عفوا الـ left recursive، واللي هو كان عم بدخل في حالة لا نهائية بيستدعي فيها الـ function، وتكون عندنا قواعد هن اليساريات، وعندنا مشكلة الـ left factoring واللي هي وقت عم بصير في أكثر من prediction عم بتشابهوا بالبداياتهم، عم بتشابهوا في لهم أجزاء متشابهة، وعندنا كان ambiguous و unambiguous اللي حليناها في المحاضرة اللي قبلها. فنحن بعد كل هذا صرنا جاهزين لنروح، نحن هلا هون صرنا بنقدر نعمل، صار البارسر ال ال واحد ممكن يشتغل. هلا صار هذا البارسر ممكن يشتغل وياخذ القواعد، يعني بعد ما القواعد اللي عم بعطيه الجرامر تكون محققه لهالثلاث رشوش، لازم تكون ان امبيجوس غير غريبه، ولازم تكون ديستينكت، ولازم تكون محلول مشكله الليفت تراكينج الليفت ريكيرسيف، لازم تكون محلولة.
فهي بتكون هالثلاثة محققين، فأنا بقدر بستخدم هالبارسر وبقدر ببني شجرة الأعراب الصحيحة. هلا شو هي ال 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 واحد؟ مثلا هون في هذا المثال، إذا خلينا نجرب في المثال كمان. فعندنا هالمثال مثلا، هالمثال هون، فعند هالمثال هو فيه هون عندنا مشكلته اللي هي اللفت تراك، واللي هي اللفت ريكيرسيف. شو عرفتها؟ عرفتها لانه هون مثلا في هالقاعدة في عندنا الاكسبريشن عم بتستدعي حاله، فعم بتخوض في حلقة لا نهائية لازم نحلها هون. هلا كيف بنحلها؟ قلنا هي بتدل على الالفا الا بتروح لهون، هي الا هذا هون كله الفا واحد ممكن نسميه، هذا الفا اثنين، وهذا بيتا. وهون نفس الحكي، هي بتروح على الا، هي مثلا عندي هون هذا راح يكون كلياته هاي الا، هاي هون الفا واحد، هاي الفا اثنين، وهي البيتا. وعندي الفاكتور ما فيه شيء، فهون شو بنحوله لقاعدة بنحل مشكلة الليفت ريكيرجن. فلازم الاكسبريشن لازم تروح على قاعدة اللي هي إذا قلنا حسب القانون عندنا إياه، فراح ياخذ البيتا أ فتحة واللي هي أت الترم أ فتحة الإكسبريشن فتحة، وإن الإكسبريشن فتحة لازم تروح تكون هي عبارة عن كل ألفا اللي هن عندي زائد ترم، وبعدها تكون إكسبريشن فتحة، وبعدها هون راح يكون عندي ناقص ترم اكسبريشن فتحة، بعد راح يكون عندي الابسيلون لانه هون عندي الترم فاضية. ونفس الشيء نفس مبدا الترم، هون راح يكون عندي هون ترم الاحمر ترم، لازم تروح على اذا عندنا بيتا بيتا ترم بيتا الفا بيتا الا عفوا، راح تكون فاكتور الترم فتحة، لازم يكون عندي الترم فتحة لازم يروح لعند الضرب فاكتور الترم فتحة، أو لازم يكون تقسيم فاكتور الترم فتحة أو إبسيلون سما. فأنا بكون هيك القواعد حليت لها مشكلة اللفت ريكيرجن تبعيتها، وأنا حليتها هون. إذا رحنا شفنا الحل اللي هو هون، نشوف إنه هون الاكسبريشن راح على ترم بعد الاكسبريشن فتحة، بعدين اخذت كل شيء هدول الفا حطيته مع الاكسبريشن فتحة قلت له ابسيلون، الترم راح على الفاكتور والباقي قلنا كلهم ثابتين ما بتغيروا. بكون احنا حلينا مشكلة العودية اليسارية. هون حكي لنا نحن الليفت فاكتورينج شوي حليناها. نحن وقت تكون عندنا قاعدة مثل هي مثلا A بتروح على A B واحد أو A B اثنين أو B ثلاثة، بس إذا بدي قاله يتحقق من أعطيته محرف اللي هو A B ثلاثة، فهو شو راح يساوي؟ أو شو راح يبني الشجرة هيك؟ راح يشوف هيك، راح يروح يقول A و B واحد، راح ياخذ أول خيار A B واحد، فهذا الخيار صح، فراح يعطيه خطأ اللي هو مو صحيح، فيعمل fail هون، يرجع يختار B اثنين، بعد اللي بين ما يتحقق يطلع ياخذ B ثلاثة ليتحقق إنه إذا كان خيار صح ولا لا. فهون كيف حليناها؟ رحنا اخذنا كل شيء مشترك بيناتهم اللي هن ال A، هون مثل A اعطيته قاعدة prediction جديد زد، زد بروح على الباقي المحرف عشان لبين ما بعد ما يقرا المحرف الثاني ياخذ لي البريدكشن حسبه. فكون حلينا مشكلة انيتا تكون القواعد معرفة و distinct. هلا هون احنا صرنا هلا هون مش تقدر نقدر ال ال واحد يشتغل. هلا هو شو هو ال ال واحد؟ نحن ال ال واحد شو بدل؟ بدل على هون اذا قريناها ال ال واحد بدل على ال الاولى، بدل على انه قاعد
البارسر عم بصير عم بشتغل من left to right، عم بيعمل من اليسار لليمين، عم بقرب. وتاني شي left most ال التانية عم بشتغل بشكل يساري هيك، وكنا انا عم هلا عم بسوي قواعد يسارية. نحن ليش حلينا ليش اضطرينا نحل من left to left recursion؟ لأن نحن قاعدة نكون يسارية حسب السياق تبعنا، فنحن حلينا مشكلة ال left recursion مشان ما يدخل بحلقة لا نهائية. والواحد بالداعي كم محرف عم يقرأ كل مرة، أو look ahead هو اسمه، يعني هو عم يقرأ كل مرة محرف وحرف، فهي تكون ال واحد. فنحن بعد ما يتحقق هالشرطين نحن بنقول انيتا هالقاعدة هي محققة. هلا هون في عنا الفيرست، محطوطين فيرست او فيرست بي. الفيرست هي بتدل على اول محرف ممكن يطلع معنا من القاعدة. فعنا اذا اخذنا الفيرست اكسبريشن الفتحة واللي هي هون 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 فيرست اكسبريشن فتحة، شو هو اول محرف ممكن يطلع معنا من القاعدة؟ هو الزائد. فاذا اخذنا مثلا فيرست الترم هون، الفيرست الترم هون راح يكون هو عبارة عن فاكتور. اوكي، والفاكتور شو هو؟ رح هو رح يفرق شجرة حتى يشوف الأوراق التيرمينال تبعونها، رح يضل ضل 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 لبين ما يوصل الأوراق، هاي هي الفيرست. فعندي الفاكتور شفنا الفاكتور هو بروح على النمبر والاي دي. فالفيرست تبعه يا ممكن يكون نمبر أو ممكن يكون اي دي. فالفيرست التيرم رح يكون هو فيرست الفاكتور، وفيرست فاكتور هو النمبر أو الاي دي. فنحن ما لازم مشان يكون ال ال واحد صحيح، ما لازم يكون الفيرست مجموعة هو ما لازم يكون مجموع، لازم يكون مجموع هو الفايل، ما لازم يكون متشابه. اذا رحنا عند هون فين بدناها، هاي هون كانت عنا المشكله. هون شو انه نحن عنا الاكسبريشن بيروح عن عنا ليف فاكتورينج، عنا مشكله انه الفيرست تبع الاكسبريشن هو الترم. اوكي، وعندي بريدكشن تاني فيرست تبعه كمان الترم، بريدكشن تافر، فهي عندها اكثر من بدايه نفس بعض. فشفنا فيرست الترم هي الفاكتور، مثلا الفاكتور شو هو؟ النمبر والاي دي. فيرست الترم هو الفاكتور، الفاكتور وين بده يروح؟ راح يروح هون الفاكتور. الفاكتور شو فيرست تبعه؟ هو النمبر والاي دي. هو طلع انا عندي فيرست ترم مرتين هون، فهو نمبر والاي دي، فانا ما حقق الشروط. والفاكتور هو هكذا، هو first term هون عم لك راح لعنده كذا. هدول إذا لاحظت بعد ما بنيناهن هون صار عندي بدايات مختلفة، صار عندي first expression الفتحة هي بداية إما زائد ناقص أو ناقص، زائد أو ناقص أو expression، فهن ما بيشبهوا بعض، فأعطيني فاي، فأوكي هي قواعد صحيحة. فهو صار بيقدر يفرق نيتو إذا شاف زائد وين بده يروح، إذا شاف ناقص وين بده يروح، لأن إحنا بالقبلون كانوا عم بشوف بهاي هون، وكان عم بيعمل جيس انه انا ممكن تطلع القاعده صح وممكن تطلع خطا. لو كنا عم نمشي نحن وبعدها ممكن اذا طلعت محرف بعد ما قرينا الزائد طلع ناقص بالدخل، فنحن عم نرجع لورا ونرجع نستخدمه. بس نحن هذا ما فيه باك تراك، فهو لازم يعرف انه وقت يجيك الدخل لوين تروح، وين يجي وين تروح. فنحن رح يصير مثلا عندنا حسب نحن الجدول شفناه هون، كان عندنا بعد ما بيقرا فهون اخذ هالخيار مثلا، كان هو اخذ هالجيس وهو الدخل تبعه اكس ناقص 2، او مثلا خلينا واحد في شيء واحد عفوا اكس ناقص 2 الدخل تبعنا. هو اخذ اكسبريشن زائد ترم. اوكي، هو ما بيعرف هو بيعرف بس في اكس، هو بيعرف انه في عندي اكس وفي عندي اكسبريشن، ما بيعرف اكثر من هيك. فلبين ما ضل لفرق لوصل للاي دي لعرف انه عندنا الاكس، بعد لبين ما قرا الزائد وشاف انه ناقص عرف انه في خطا بالبريدكشن تبعه، فاضطر يرجع لورا يعمل باك تراك. اما بال ال ال واحد ما في عنده باك تراك، فهو لازم يعرف كل محل وين بده يروح فيه دائما. هلا هون بنشوف صارت هون هي مشكله الليفت تراكينج، هي ليفت فاكتورينج عفوا. هون عم تلاحظ انه الاكسبريشن عم ضل بيستدعي حاله، الاكسبريشن ضل عم بوثق حاله، الاكسبريشن عم بوثق حاله، فادى لحلقه لا نهائيه دخل فيها. اخذت حلقة لا نهائية نحن ما بصير فيها خطأ. عفوا هاي left مو factoring، هاي left recursive حليناها اول شيء. كانت انه نحن عم نضلها بسدها القاعدة ما عم بوقف، نحن لازم ناخدها ونقول له انت بس تقرا انه انت
left ما لازم يكون ايوه كذا كذا بصير معنا a بتروح على a كبيرة الفا فنحن كده كيف عم نحلها بنقول له a بتروح على وهيك البتا لو بتا بتروح على a فتحة و a فتحة عند الفا a فتحة هيك كنا حلينا هالمشكلة بدنا بدلنا قواعد فنلاحظ انه هون بعد ما كله بعد ما عدلنا هالقواعد فهون شو صار فهو ما عرف كيف اشتغل هلا راح اخذ الجول اول شيء اوكي نقل اكسبريشن نقى بعد خيار انه الاكسبريشن بده ياخذ تيرم اكسبريشن فتحه نقى خيار تيرم اكسبريشن فتحه هلا هون بعد ما اخذ هالخيار تيرم اكسبريشن التيرم ممكن اسمع على الفاكتور وتيرم فتحه فراح اقسم ما في عنده غير شيء فراح اقسم على الفاكتور والتيرم فتحه اوكي على القاعده 6 والارقام المحطوطين هون فراح اخذ هالقاعده هلا ما لسه لهلا ما قرا لهلا ما بيقدر بيقرا شيء لانه لساته عم بفرق بالشجره لسه ما وصل للتيرمينز هلا بالفاكتور راح بقدر بفرق على النمبر والاي دي راح ارى شو عندي انا هون انا اوكي بقدر افرق على نمبر فراح احط اي دي فبقدر افرق على اي دي فانا بقدر احط اي دي بعد الترم والاكسبريشن فتحه الترم فتحه هلا هون بعد راح شاف انه انا صار عندي ماتش اوكي انه هو لقى الاي دي وصار عنده ماتش وقرا اول محرف بعدها راح اخذ في عنده هون فراغ هذا يمكن حسب الفراغ ترم فتحه هذا ابسيلون ايوه تن فتحة اخذ ابسيلون لانه ما في عنده عملية اسمه او ما في عنده عملية اسمه او ضرب تن فتحة بتاخذ عملية الضرب والاسمه فاخذ ابسيلون فراغ انه ولا شيء ما مشكلة لانه هو هون ما عنده عملية اسمه او فراغ فراغ هذا فراغ بعدين راح الاكسبريشن فتحة هو عم يعرف وين يروح دائما الاكسبريشن فتحة راح نقى شو نقى في عنده الزائد والناقص والابسيلون هلا حسب اطلع انه شو عندي هون عندي انا ناقص عندي انا هون ناقص فانا رح اخذ الناقص اكسبريشن ناقص اكسبريشن فهو عرف انه صار عندي هون ماتش رح كمل بالناقص اكسبريشن رح طلع انا بالناقص خلص راح الاكسبريشن اكسبريشن ممكن تروح على تيرم اكسبريشن فتحه فرح هذا فورا تيرم اكسبريشن فتحه هلا اللي بعدها رح طلع في عندي 2 ضرب واي التيرم وين دائما عم تروح التيرم دائما عم تروح على الفاكتور والتيرم فرح فرق التيرم لفاكتور وتيرم اي دي ناقص فاكتور تيرم اكسبريشن لسا ما قرا ولا شيء لسا عم فرق بعدها راح مثل الفاكتور بيقدر بياخذ نمبر او اي دي طلع انا عندي شو هون عندي 2 ولا عندي اي دي فراح اخذ عندي 2 عندي نمبر فراح حط نم وترم فتحه واكسبريشن فتحه بس بدل الفاكتور بنمبر هلا اجى على الترم فتحه الترم فتحه انا عندي عمليه ضرب ولا ما عندي عمليه ضرب ولا ما عندي شيء يعني بقدر اروح على الابسيلون ولا شيء انا فانا لا عندي عمليه ضرب فراح بدل الترم فتحه راح بدلها بترم بضرب ترم راح نشوف انه هاي هون لازم تكون وين بدلها هون بدلها هاي بعد ما قرا الاثنين عم بشتغل الفوق انا هون بعد ما قرا الاثنين حط النمبر وقال انه هذا عندي ماتش انا فكمل عند هون بدل تيرن بنجمة تيرن بدل تيرن فتحة بنجمة تيرن من حسب ما قرا هو النجمة رح نقى الخيار الصح اللي بده اياه بعدها صار عنده تيرن اكسبريشن فتحة هلا التيرن وين بده بروح بده بروح على الفاكتور والتيرن فتحة فراح فرق التيرن فورا لفاكتور وترن فتحة بعد ما فرقوا لفاكتور وترن فتحة راح اطلع انا شو عندي هلا نم ضرب فاكتور طب اوكي الفاكتور شو عندي انا هون في عندي ال واي الواي هو عبارة عن اي دي فبدل الاي دي هون اوكي هلا عندي هون انا بقيان عندي ترن فتحة والاكسبريشن هدول عندي تنتين انا وصلت على النهاية مو واقف شيء عندي فانا بس هدول التنتين بقدر حالتين بدلوا انا بابسيلون فانا بدلوا اثنيناتهم بابسيلون بوصل لانه هون صار عنده ماتش وكل القاعدة صارت فهو هيك مشي نظامي ما عمل اي باك تراك وعرف القواعد كلها وحده وحده بدون ما يرجع او من دون ما يخطئ يعني نحن لتكون القواعد قابله ان انت نمثلها بالبارسر ال الواحد لازم تكون تتبع ثلاث شغلات لازم تكون امبيجوس عفوا غير غامضه لازم تكون غير غامضه غير غامضه ولازم تكون واضحة او distinct يعني واضحة لازم تكون ما في عندي لازم يكون عندي مثلا A B و A C ممنوع يكون عندي هالبدايات تكون نفس الشي لـ predictionين ولازم تكون كمان ما فيها recursive لازم تكون A كبيرة A وبعدها مثلا B لازم نحل هالمشكلة شفناها كيف هي حليناها مشكلة الـ left factoring هاي اسمها بالليفت ريكيرسيف حلينا مشكلة اسمها الليفت
recursive left recursive. فنحن بعد ما بحقق ثلاث شروط انا بقدر بشتغل ال ال واحد. هلا بي فكره واحده بس نحكي مع عنا هون. لا ما هون نجي لهون. نحن قلنا في عنا left non recursive distinct distinct. نحن distinct عم بقول انه انت لازم يكون واضح وما في recursive و ال واحد لازم يكون من left. يعني هو هيك عم بقول شو لازم يكون. لازم ما يكون في عندي recursive ما يكون في عندي distinct. هلا عم بقول recursive distinct واللي هي تتبع على مبدا العوديه بحيث انا ما في عندي باك تراك بس انا في عندي مبدا عوديه. فانا رح يمشي مثلا في الشجره اوكي او رح يبدا حسب الكود. مثلا اذا مثلناها بستاك رح يبدا اول شيء بالروت تبعه رح يستدعيه هذا. بعدها رح يستدعي فانكشن اللي هو عباره عن بريدكشن او عباره عن قاعده موجوده عندنا. رح تضل تستدعي بس انه هون هالقاعده رح تستدعي حال اكثر من مره او تستدعي شيء جواتها اكثر من مره وهذا رح يرجع قيمه. فنرجع قيمه مثلا فولس او حسب ترجيع القيمه فهو اما بشيله هذا بيعمله بوب مثلا لبين ما يوصل للروت يرجع او بيعمل شيء بيعطيني ايرور. هذا شفنا الكود تبع هون وما مطلوب انه بس نشوفه. بشوف انه المين هون عندي المين عم بروح عم بستدعي التوكن عم بقول انه زمان كانت اكسبريشن لانه هي المين فعندي هون اكثر من قاعده. اذا شفنا هون هدول كل تابع بدل على قاعده. عندي اكسبريشن اي برايم وعندي الترم وعندي تي برايم وعندي الفاكتور. هدول كل وحده بدل على قاعده. اذا شفنا هون كل مره عم بستدعي هون عم تم استدعاء حاله اكثر من مره. هون عم عندي ريكيرسيف ما هي هون هون عم عندي هون عم بصير عندي ريكيرسيف عم بطلع بستدعي حاله. هون عم بصير عندي وين في عندي شلون ريكيرسيف ريزلت تي برايم. هون عم بصير عندي ريكيرسيف فهون عم ضل بستدعي حاله. فعن طريق هالعوديه رح يقدر يعرف اذا كانت الجملة صح ولا خطأ. ما كتير مهم هذا هلا ما حنحكي عنه اكتر من هيك يعني بس هيك كنظرة سريعة لانه ما حكي عنه. وزن هيك الشي الافكار هون. شكرا لكم اتمنى تكونوا فهمتوا.